سراكيش الداليباني افغانستان ايه جمعي حقيقي ايه كلاها اللين وفتيه وده جرع وكا سعودة دولادها توركيه ايه قدر سيدي شركادة كا سعودة لبادة داليو مامولي لهايين قرومادة ديارادة هي كابل ايه مقالو ينك كلاية دالكاسي وده دالادن ايه كسو بيقمي ايه دو بيش عالم كو ايه رادين ايه سوهباب كلا دوانو ايه قرقار كبناد نمو قارسي سا دالكاسي هالكاسيو لغو صورهم ايه ملايين قوف ايه وچه ايان معلول دارن افيانو هدلي وسارد قاديد كاية داليبان ولغو مقعابو امام الدين احمدي ايه شاقين وده هدلكن هرو دعاي لأي شاينكو حاو ده چرا وكا كوبان شركة ده تركيا قدرا وحانو انتاسي كدرين كلا مكالي لقرشيه هران تتضبات كسو سعودا بلسي الله هده وحشي سو رسميا ان لقارين كهور انتاسان وصفرين كابول تضبات كان شركة ده تركيا ايه قدرا ايه كلا سعيدين هشيسي صفكار دو اي كو معمول ايان قرون كعاسم ده ديارة ده ايه مقالة ده كابول kasiyo ku salaysan iskaashi siman masuulkan u hadlay daliban ayaa sheegay in wafdiyada ay wada hadalka gala jiraan garoomada kale ee dalkaasi dawladda turkiga ayaa ogolaatay inay sugto amanka garoonka diyaaradaha ee magaalada kabul kadib markii ay daliban la wareegeen dalkaasi bartamihii bishii august markaas oo ay si lama filaan ah ciidamadii shisheeyay dalkaasi maamulayay ay uga baxeen xamse geelle telefishanka saab qonmal islam e fatwa maqabta weydiimo diini ah ma doonaysa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya islam e fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soqor fatwa ama islam una dir hal shan ever